جيمي برضو لانه حاله الاجهاد البعض بيتكلم عنها ان لا يوجد حاله اجهاد منهم الكابتن ايمن، يعني لا يوجد حاله اجهاد، من وجهه نظرك كيف لا يوجد حاله اجهاد في ظل ان انت مثلا واحد زي محمد الشناوي اتصاب، واحد زي ياسر ابراهيم اتصاب، زي معظم لاعيبه حتى سيراميكا كليوباترا في المباراه. كابتن انت قول لي، قول لي لعيبه النادي الاهلي ريحت امتى؟ حتى قبل بدايه الدوري، حتى المنتخب، حتى الدوريه كانت موجوده مع المنتخب، وبتتكلم على الفتره الجايه اللعيبه رايحه امم افريقيا مع منتخب مصر، وان شاء الله منتخب مصر يوصل فاينل، فانت بتتكلم برضو في عدد كبير، 7 أو 8 لعيبه موجودين مع منتخب مصر في امم افريقيا ده بشكل مؤكد. بعد امم افريقيا انت هترجع على بطوله الدوري، يبقى فيها ضغط، بطوله كاس مصر الفاينل القديم والجديده لسه هتتلعب، فانت بتتكلم دوري ابطال افريقيا التأجيلات اللي حصلت الايام القادمه، التأجيلات اللي حصلت يبقى فيها ضغط ماتشات، فانت بتتكلم على موسم طويل جدا جدا، وموسم كمان صعب بالنسبه لكل الماتشات، كل فرقه مجهزه نفسها. وكابتن حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، كل فرقه مريحه عكس الفرقه الثانيه طبعا، فده بيدي ساعات افضليه لفريق على فريق. لما انت تقولي سيراميكا كليوباترا بقاله حوالي 12 او 15 يوم ما لعبش، اللاعب كام ماتش ودي ومستنيك كملها بحاجه بقى احمد. لا فيوتشر قبلينا. طب بتوع سيراميكا اجهدوا ليه والشد العضلي اللي لا هقول لحضرتك حاجه كابتن، كابتن ايمن اللي هو مراي يعني لا كابتن ايمن لم يكن موفقا في هذا حتى التسليحات. قال لك ايه؟ قال لك كابتن ايمن قال لك لانه ما لعبناش ماتشات. يعني ازاي طيب؟ يعني طب يعني هو كابتن بص بص يا كابتن امبارح على حياه محمد، بقول لك هو ما كانش يعني فيوتشر امبارح يا كابتن في بدايه المباراه كام لعيب جاله كرامب وخرج وحصل كام تغيير، يعني في تغييرين حصلوا في الشوط الاول. طب ليه ترى ايه؟ اه طب اصابات، لان فيوتشر بيلعب افريقيا. ما انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك يعني هو المفروض هو جاهز، ده هو جاي لسه متكلم، واخد قسط من مش مثلا جاي من راحات بقاله مثلا ما بيلعبش. ده دورك كمدرب ان انت تكون عامل ده، انا المفروض جاهز وبلعب افريقيا وبلعب دوري والاسبوع كام لعبه، وبعد كده خدت اسبوع مركز فيه هناك على فريق انت بتجهز له من قبلها بقد كده. طب ايه اللي خلى النادي الاهلي يهرب السنه دي من قصه الاصابات العضليه اللي كانت قبل كده موجوده من كام سنه؟ لو حضرتك تفتكر خدنا 12 13 اصابه مع بعض عشان الروتيشن بالظبط. بدايه السنه، بداية السنة انت كنت مرة واحدة تلاقي كريم فؤاد موجود، مرة تلاقي امام عاشور موجود، مرة تلاقي مروان هو اللي موجود، مرة ديانج اللي موجود، الثلاثة اللي قدام ما كانوش ثابتين دايما، دايما كانوا بيتغيروا. لما جه الراجل في الماتشات المهمة دايما، حتى في قبل ماتش يا كابتن لو تفتكر قراوة لما كنا هنا قلت لك هو الراجل هيبدأ بنفس تشكيل الهجوم، هيبدأ بحسين وبكهرباء وباللعيبة مش هيغير فيها وبيرسي تاو، لأن هو كابتن مهم جدا بالنسبة له انسجام، مفيش مدير فني بيقعد يغير كل ماتش. وشفناه يعني، أنا كنت على فكرة وإسلام عارف من ضمن الناس اللي بتقول إيه لازم يغير ولازم ينزل مش عارف ايه وغير فلان وفلان، حتى اسلام قال لي مش معقوله هيغير كابتن الكاسه كلها. فوجئنا بنفس التشكيل، ونفس التشكيل عمل الانسجام فعلا. خلي بالك كابتن برضو الفتره دي في لعيبه كتير جدا قلقانه تتصاب قبل امم افريقيا. ايوه صح، ودايما بيبقى في قلق يعني. صحيح. انت بتتكلم على في لعيبه خلاص اتاكدت وجودها، فبيبقى من جواه عنده شعور انا خايف اتصاب، ففرصتي في الامم وخلاص في اسبوع او اسبوعين. وده الراجل يعني ده هيخلينا نتكلم ان الراجل اصلا كان في الفترة اللي فاتت متضايق في ضغطة ماتشات كبيرة، والراجل اتكلم والغولي ماتش 2 يناير، لان كابتن كانوا هيخلصوا السوبر ويرجعوا يلعبوا كل الفرق اللي هي الاهلي او الاهلي وبيراميدز والزمالك وحتى سيراميكا وفيوتشر، هيلعبوا هم كلهم يوم 2 يناير، بعد كده اللعيبه تروح بالليل تلعب يوم تشارك يوم 3 في المعسكر و7 تنزانيا، بعد كده تسافر 9 تلعب امم افريقيا. طب ده ازاي؟ ما انت بتتكلم على عدد ماتشات كابتن كبير جدا. انا كنت اتمنى بمناسبه كلامك بقى ان واحد زي ياسر ابراهيم ده لازم يبقى موجود في منتخب مصر. موجود في منتخب مصر بعد الاداء، موجود في منتخب مصر لو ياسر مش موجود يعني بعد المستوى يعني انا اتمنى فعلا، لانه طبعا اللعيبه كلها كانت مميزه في كاس عالم الانديه وفي المباريات اللي فاتت. انا وجهه نظري هو على وجه الخصوص منعم حجازي افضل 3 سيرباكات بالظبط يقدروا يمثلوا منتخب مصر بالظبط. انت بتتكلم كمان الفتره الجايه بالنسبه مثلا لروي فيتوريا، انت بتتكلم في اللعيبه حتى برضه يا كابتن بالنسبه له لما هتجيله، وده الناس لازم تبقى عارفاه كويس، كل لعيب مختلف عن التاني. يعني حجازي ما بيلعبش الدوري في الدوري السعودي مش متقيد، فالراجل قاعد فمحطوط له برنامج لوحده.